سكرات يا هلا ولا هلا باللي يجينا يا هلا ولا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا
يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به سبيحا. ولقد كر منا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق
وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا سلم ولا يأبى أحد فإن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. بسم الله على سعد سبعي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا الصلاة، هيا الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اسمك كان شغال؟ الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين. استقيم صلاة. الله أكبر. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك تعالي ذا جلالك وقوت الله بالله لا عبد إلا إله إلا أنت الفضل فحسن لا إله إلا الله مخلصنا له الدين ولو كره الكافر لا حول ولا قوة إلا بالله لا عبد إلا لا إله إلا الله. أقرأ حديث بس العيال انتهون. حديث مهم وكل الأحاديث مهمة بس هذا إن شاء الله فيه خير لنا جلستنا هذه. منير أودي تسمع بس الحديث بعد رأسي. لا إله إلا الله. الجو جو. وأنا طويرش أنا بس خلاص ما عاد أمزح. أنا خلاص أمي حلفتني خلاص.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. كراهية الانحناء عرفت؟ هذا فيه كراهية. والمعانقة؟ لا لا، والمعانقة القادم من السفر وكراهية، الكراهية جت في الانحناء فقط. يقول عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. هذه مصافحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. يا سلام. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. يا سلام. هذا الحديث اللي أنا بصله أبي كل واحد يسلم على الثاني إن شاء الله نربي. لا مشغولين الحين. سلم. سلم على منير. سلم على منير. يلا. شكرا. الله يجزاك خير. السلام عليكم. ديننا الحمد لله شامخ. السلام عليكم. واحد. لا لا قبل. والله ديننا شامخ الحمد لله. لا لا. ما تخلع عليها. سمروز على رأسك. هلا. خلنا نسمع يا شباب بس بما انه المايك انا ناسي. في ناس كثير الحين اعوذ بالله من كذب. تسال عن فلان وتسال عن فلان وتسال عن فلان. ثواني يا شباب، ثواني دقيقه. في ناس كثير الحين تسال مثلا عن سعد او تسال عن صالح او كل الشباب موجودين، ولكن في بعضهم يسجل سواء كان بروفات ما بروفات للحفل الختامي، وبعضهم جالس يذاكر وبعضهم جالس. فأتمنى ما حد يزعل علينا سواء كان من جمهور فلان أو من جمهور فلان أو كذا. طيب أعطني 5 ريال. أنا دخلت. لا 5 ريال. دخلت عليك في هذا البرنامج. والله إنك مخلص. لا الله يبارك فيك يا بسام. هلا بسام. راضي روح نذاكر بالله على صاد. انت مسكت الحلال. هي اطفاء ما تراجع، خل عزبة بتولد. خلنا نزل شوي نأخذ الفنجان بس نروح راجع. يا أخي أنا عندي نظام، ما ذاكر إلا الاختبار. أنت صار فيك ما شاء الله. لا أحد زين. ها زين. سبحان الله طالع أنا عشان. أذكار لا تنسى أذكارك. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. شطر جيم سلام رحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بغيت أقول أنتم يا حقين إبراهيم ما يحتاجون تقرون أذكار أنتم برا. غلط. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تخلص منك الأرض من الذي يشفع عند قبل من يوم بين أيديهم وخلفهم ويحطون بشيء من بشيء وشيء كرسي وسموك الأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والله درس صندوق كمان. طيب.
أعوذ بكلمة التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة التامات من شر ما خلق. نظر ما اسمي اللي يسويها على لا لا جيب حاطب جيب حاطب خله خله والله العظيم ضبطت لكم عفت دين دنياي ضبطت لكم خبيزات اللهم استر عوراتي ومرآتي واحسن بليدي من خلفي عن يميني وشمالي فوقي كان تحتي يا رب لا إله إلا الله اللهم نسألك العفو والعافية طيح طبل الكبير شبه اللي عجز يفرق الشيحة من الربلة أنا أول العشر ما نيل العشر حادي أنا أول العشر ما نيل العشر حادي لا غارة الكدس وكحيلان بسطابلة إن مت مات النبي وباي وجدادي إن مت مات النبي وباي وجدادي ما دام لي يماني ميت قبله ما دام لي يماني ميت قبله قم شودا قم شودا هاي هاي تعال ها اسمع هلا عزبتي من اي انهي الربع عزبتك طال عمرك والله الظاهر اني شايفها عند ديوانيه راجح بالله الله الله متى علمك بها هنا الظهر كني شايفها هن مت مات النبي ابو طويرس ما ودك نركبك بالحوض قم تبزبز تعمل تعمل امي حلفتني خلاص ما دام زحمة ابي اسوي قهوه ابي اسوي الشاي الاصفر بسوي الحليب اي والله اي والله قم يعني قم حي حي كل ما تجيك انا اشهد انا اشهد انا اشهد انت تستره بنجيك ها يلا انا اشهد ان الميت والله العظيم انك انا اشهد ان الميت يزيدك خبن لا لا تعال من قصدك واحد الله يستر عليه امي قالت لا تسوي شيء توي نسيت يا رجل لا لا روح تعال بقولك شيء بعدين ابو طويرس ابو طويرس اعوذ بالله انا ما افهم لا اله الا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اتمنى كرم ساق الله لا اصم لم يلدن الله لا إله إلا هو يعلم ما بين أيديهم وخلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق سلام أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أمسينا وأمس الممكن نحيل هذا اليوم إن شاء الله شر يا الله رب توفيقك يا الله رب توفيقك يا الله أنك توفقنا توفز كل اللي عندهم اختبارات يا الله توفقهم ترزقهم يا الله توفقهم يا الله توفقهم بكرة عندهم اختبارات نهائية من صاحب كتاب نتعامل مع الناس وديل كارنجي من أي الطيور يطلق على اسم الشيطان شياطين الليل والخفاش من هو صاحب الهجرات الثلاث مصعب بن عمير من صاحب كتاب أعظم 100 فكرة للنجاح جون أدير جون أدير
في أي معركة سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد سيف الله المسلول في معركة مؤتة؟ ما أكثر اللغات العربية تأثيرا بالعربية هي الماضية. من مخترع المصباح الكهربائي؟ توماس أديسون. توماس أديسون. ماذا سمى صوت المرجال أزيز؟ ماذا سمى صوت المرجال أزيز؟ ماذا سمى صوت المرجال أزيز؟ ماذا يسمى صوت المرجال؟ جاك مو بالحار. في أي عام تم بناء سور برلين؟ عام 1961. عام 1961. ما هي الكعبة المقربة للهم؟ يا أبو إن مت مات النبي وأباي أجدادي. ما عاصمة قبرص؟ نيوقسيا. نيوقسيا. ما الوحدة القياسية القديمة التي تساوي داخل يا لقيت خير رد الملل. هي اللحظة. ما الشجرة التي تنبت في قهر جهنم؟ شجرة الزقوم. وش اللي الأشياء بجرة؟ وش هي السؤال شو؟ الشجرة اللي تنبت ايش؟ في قعر جهنم. معروفة. آخر جهنم. الزقوم. صاحب الكتاب من تعامل الناس هو ديل كارنجي. ديل كارنجي. أي من الطيور يطلق اسمه شياطين الليل؟ نيف. سو أي شيء بس خلني أسوي الشاي. لا 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 والله أنا بنفسي يا أخي في خاطري. خلني أعوف ترشيد. في خاطري الشاي. يا غلط أبدا هنا. بسام سنك بك حركة يجيب لنا كشرتين حطب. أي والله رح. من ذول بيدخلن علينا وبيطفى. بيدخلن بيطفى. فهي معركة أنا سمحنا. ما اسم الشارع حلبة الثيرة كوريدا؟ ما هي سر السرور موضوعنا؟ السرور موضوع جلدة. صحابي جليل كان بار والديتي خلال بسرعة من صوت قراءتي جميل. والحادثة في أي عام تم بناء سور برلين؟ عام 1961. هذا ليش مطلعين هجائر؟ عشان تولع قبل شوي. ده لا خلع على الجمرة عشان تولع بسرعة. تبي تدخن كذا. سمع لك. لا لا توي. توي تسمع. الله يوفقك كمان. آمين يا رب. يا محمود بلا تعال يا غناتي. يا غناتي عطني مويه حار بالله. يوم تقول يا غناتي اول ما يخطر اول ما يخطر على بالي لم. يا غناتي يا زين. سامحيني يا حنونة سامحيني يا غناتي. انت عزي كل عزي شوفتك تنور حياتي. هيه يا عمار يا هالدحتر بداية تزيد رصيدك. يكتب اختي على يمناي دايم سند لي وعالها تكفي عنا فين رجال. اختي على يمناي دايم سند لي صار هي شلون. ايوه لا ضاق بالي تاتي وتشرح البال لا ضاق بالي خيتي تجتهد لي وتفرح لي يا شافت. في خرج لي لازم نكملها. وعلى فلوس عيونها العين فقران عيونها النفس فقران يا حظ. الله يقول يا حظ فراغ وسعاده حتى الفقير عيونها شخص. عساتي حيل تسين عساتي حيل تسين والعيش بيا. الحمد لله هدينا لكم الله يصلح بالكم. أبو هب لي حليب.
تعرف تسوي كرك يا منيف؟ لا اسوي غير كرك. ها؟ غير الكرك اسوي. تبون قهوه ولا تبون حليب؟ قهوه. ولا تبون قهوه حليب؟ كل شيء. ابشر به. عشت عشت. اجل يلا سوق بيزاتك يلا. يا اخي انا بسويها عند منير وجهي. ليش؟ يا اخي النار هذه مره مره مجد. حبيبي جبل قزل هنا حق بيت الحكمه حق الشيبان. ما فيه غاز. اسطواناتها ورا عند المخبز. خذ قسمك من جوا جوا الغرفه اللي دخلناها حق ايش اسمه؟ فنمرمى. شفتها فنمرمى؟ شنو بس؟ كليجه قصيم يا ولد. ها؟ ثلاثة معابي كله. لا لا زين زين طعمه والله ما ليبه كله. هذا عشانك مدحت ال جيتك من عار عرسد ماشي على رجلي ماشي على ليش وينها؟ اسطوانه؟ ايه شفتها فنمرمى اللي دخلناها قبل شوي؟ شفت؟ ايوه به الزرقاء 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 يا لا لا يا يا يحيى يا يحيى هلا يا دكتور شلونك يا دكتور؟ تعال استرح شلونك؟ ولد هذه اللي من شوي الحين مسويها ايش اسمها هذه؟ هذه خبزه ولا ايه يقول انا الشبعان وانتم اجياعي يقول يا عزي الحاله ويا عزتي له يقول يا ذيب يلي تالي الليل عويت 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 كذا عويت داخل على مجموعة بزران انت وانت عويت خلك خلك انت من مجموعة الهيررة هري ياكل راسك انت وياه ايش فيكم؟ الذياب متبعك ايش فيك؟ قالك بعيد عويت وش اللي عويت؟ عويت مو بعويت يا ذيب اللي تالي الليل عويت عويت؟ ايه عويت انت تقول عويت طيب مو بعويت عويت عويت ايه مو بعويت يعني لازم اقول عويت خلاص 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 لا ترى شوف لا لا تناقش خلاص يا حبيبي لا تناقش لا ناقش اصبر عليك جادل ليه ما تركب الخط براسي بعدها تسكت على كل منطقه نطقها وكل ديره لهجتها انا ما قلت ما دخلت بالمنطقه ولا دخلت انا اقول يا ذيبي اللي تالي الليل عويت هل يقول عويت عويت قصيده ذيبي تالي الليل عويت عويت هاللون انا ما اقول نفس القصيده هذا منطقها انا اقول انا منطقه انا ها آه. اقول هذا منطق انا كل واحد له منطق انت منطق كل واحد له لهجه فعلا فعلا منطق كنت يمكن كذا لكن هي ما هي عويت 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 اتحداك اذا انك تضرب تقول عويت نعم عاد والله صدق انا ما اعرفهم والله غرتني ما قد الصراحه يعني تغشمني بي تغشمني بحنا بينا لا لا اتحداك شوي والله العظيم يا منيف ترى اغلب كلنا كذا والله يا بسام الصدق انا والله اهل القريات يا اخي تصدق انك اول واحد فاتحة خير اي والله فاتحة خير طول الله عمرك يا طيب يا اخي يزين قصتها ها القصيده هذه وش هي اللي بياتي يا ذيبي اللي تالي الليل عويت ايه ثلاث عويات على اساس وصلاب تعرف انت لا والله اني ما اعرف غير هذا حاول جوع بس الذيب هذا يا طويل عمر السلامه طريق والقمره وراها يا طويل العلم اسمع يا راضي ابغى اجي هنا بس انا ابغى يا اخي ابغى اضبط دامك تضبط خليني اقول لك القصه ما في فرشه هنا نبي فرشه اي والله دورت فرشه ما لقيت ها ولا ما تبي تسمع ابغى اسمع بس هاي بوينت ماخذين فرشات نلقاها عند هاي بوينت ماخذين فرشات الفرشه البيضاء اللي قبل شويه ان مت يا تشوف صرفه مع النار اقلو اخذ ايش دور ابغى اخذ هذه ممكن حماده ها شو قام ذاكره لازم اجحر ولا اشوف المكان انا ما اعرف ذاكره صار عندي يا دكتور لو قيل ما قيل انا على فعل الجزايل طب الله الله لا انا ما اعرف اللي ما هو فاهم يقول لي اشرح له ما اعرف انا اقعد مع الحركه ترى انا ما اعرف اذكر ولا فجر اسمعي راضي ايوه اسلم اسلم قلت لك انا لازم انام بدري يقول يا دكتور
طيب تعال تقهوى يا غلادي. بالله يا عيال بروح اخبز واجيكم. تعال اتروح قبل. قول حالنا ونهبل على كيفك. هذه قول ترى كلمة يعني زوية قصيمية. قول يعني يلا مشي. قول يعني روح. كلمة حيلية وقصيمية. أنا أحسبها جنيز. والله العظيم انجيز المصري وش يقول؟ انجيز انجليز انجليز. جو يظنها بعد انجليزيه. انجليزيه راشد جو جو جو. لا هذه جو. فرق بين جو وفرق بين جو. لا راشد سمعه كبيره بالاوطاء. نعم لسان حرب وكل راوي الله. نعم ويقول عبد الله بن سعيد قيفاه ابيات بالحكمه بنا وانتقاها. وان كنت في نظمه التماثيل غلطان نبغى الرضا في خاتمة منتهاها. الإنسان يغلط أو يباديه نسيان ويصادف الزلة ولو ما بغاها. يلا غسل غسل يلا روح برا هناك عند لا بل نشرب شاي منيف وبروح بلف عليهم لفة. يلا كيفكم بس ودي أروح هناك بحركة أنا ملي على أهلية بجيب الكتاب. هي هي سالم ما بفيدكم بجيب كتاب عند الأسئلة. الأسئلة حلو حلو بجيب كتاب اللي معي حق الأسئلة ومضبط لك شيء ما تتخيله. والله انت ويا ما عليك شو ما عليك انت ويا راشد شركه تعال بضبط لك شيء. لا لا احنا معطلين ما نبي دقيقه بس خمس دقائق ثم اقف معلومات تستفيد منها تاريخيا. عندي معلومات. لا 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 بجيب كتاب الاسئله بجيب كتاب الاسئله. عبد الرحمن لا لا ما عليك ما عليك سالفه. يمكن يطلع منها شيء في هذا سيفتي. ها تسوي القهوه ذيك بثلاثة فوافد كيس النسكافيه هذه بالريحه والريحه طالعه الله يرحم والديك عادي والله العظيم هذا اللي صار. تلاقيه مشيك ترى ولا دري ولا دري واسوي الحليب بعد حليب بعد سويت بسم الله. ها رايق جدا بالولاعه منه فيها. ايه ايه يا ذيب يلي تاني الليل عويت يا ذويات العزاز والله عجيب وزيت زيتون. وش يصير لك الموضوع؟ ابي لا فعلا خلطة سرية من حلال. ايوه وزع الدكتور انا حاط الخلطة السرية. ايوه وزع الدكتور يفاجر جبهة راضية يا رب. ما يخلص فيها. شايف زيت زيتون عجين. نيف. ايش دخلني انا منيف؟ بس باين الطعم صراحة رائع. ذقتها؟ يعني باين بدون ما يعني باين من الشكل. لا كيف 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 تقول كذا ذقتها؟ انا قاعد ارجع الشكل. طبعا البارح حصل اللي حصل. شفنا الذيبان ما قصر بيض الله وجهه. غسل علي. صراحه ما قصر معي وقف معي. من هو؟ منيف. اي منيف. وضاق صدره وبيض الله وجهه. يا بعد راسي. واصر انه يطلع معنا للمستشفى. وهذا عم قال مو بغريبة على رجال كفو بس انا امس سرقت لي بيتين. ازلم. يقول كتبت انا في تالي الليل بيتين. بيتين. لعيون من يسوى جميع الخلايق. خلايق. اللي معاهدني على الزين والشين واللي بشوفه يصبح الفكر رايق. يا سلام. الصاحب اللي منزله داخل العين هو الخوي وقت السعة والضواي. الله يا منيف يا منيف أحبك بزاف. الله يطول عمرك الله يبيض وجهك. لا والله 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 لا والله ما تقول. الله يرحم والديك خاشيك. لا والله والله لا حب راسك. لا يا غنى والله انا طالب تك... يا غنى انا طالب يا غنى واقفتك والله ما سعتك. لا والله تكفى اسمع علي طرق عن خشمي. يا غنى يا غنى يا غنى يا غنى يا غنى يا غنى خل يا بعد راسي. الله يطول بعمرك ويعزك يا جار. يا بعد راسي الله يعزكم وتستاهلون والله. امس سويت جري هنا طلعت شاعر. يا اي والله طوالك اكتشفك استكشفك سعد. استاهل والله تستاهل يا غنى. منيف والله العظيم انه امس والله يا منيف يقول لا تعرج ولا تسوي شيء. قلت ليه شو السالفه؟ يقول ما بي منيف ينضرب قلبه. قلت والله انك صادق يا الطويلي. اصلا مبين منيف يوم شافنا طايحين
من قوة صوته لا 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 واضح اللي خاف. انا بدايه الامر يوم جيت قلت يا ولد ليكون يمثلون ايه يقول والله لو تمثلون لا تاكلونها. وهو لانه قال تمسكوا احنا ما سمعنا ويوم لا عود مساك هشوى ذا انا قلت تمسكوا السلام دقت كل السلام دقت علي امي ابن دفنا كلمتها ابن دفنا باذن الله انك غير تنجع قالت لا عاد اشوفك تعرض العيال استح حسيتني بضميره قالت لا عاد اشوفك تعرض عيال وحلفتني اني ما اسوي شيء طب ولي ولي يجيك ذا شو تسوي الحين يا يما شوف ما يقدر يسوي شيء صار في امه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه السلام عليكم السلام خلي لك امك خليك بار ويرزقها برك الانسان البار ما شاء الله عليه نعم نعم لازم تبر امك ليه مؤخر ودي اخذ الطحين شوف بقول لك شيء في طاقه زايد ودي افرغها شوف بقول لك شيء ايه الله يحفظ امك الله يخليها لك قرتنا ودك ناخذ شيء نضربه فيه ولا يديننا بالمنقل بعدي بعدي يلا يا ترى ما اسوي لكم قهوه ما اسوي لكم شيء طف خلاص طف جاي عشان القهوه يا اخي ما حلفت عليك تسوي لنا حتى لو نضرب لا حلفت علينا اسوي لك اسويك احلى من اصفر عندي حليب احلى لا اني حليب ما شربت والله ابشر اصفر دقائق بس الله يخلي لك امك الله يطول بعمرها الله ارش الماي عادي ولا امك قالت لك ارش بالماي ما ادري لا هي قالت لا تمزح معهم ابد ايوه حلو وين الماي والله يا بعض الناس يا بعض الناس لا ضربه ونسوي فيه اللي نبي وما حالف عليه ما يرد والله يا بعض الناس لا لا مويه لا مويه لا خلها على شوف بقول لكم شيء ايه عجبتني الحركه يا اداره اداره موجوده كانت هنا وضعهم من ده يا بعض الناس عندهم اجهزه مثل الشرطه واخذ واخذ شماره وروشه اشوف شعره ثخين ما شاء الله الله لازم لازم تتكلم ولا تحرك الله يحفظ لك امك الله يطول بعمرها ان شاء الله خير الله يطول خليها لك ان شاء الله اللي خلت مني ما يتحرك ولا يضربنا اي الحمد لله الله يطول بعمرها الله يا بعض الناس ام دائما حكيمه اي والله حكيم هذا خال حكيم وهذا احكم ترى من اول البرنامج هذا احكم قرار اتخذته امك الله يخليها لك ادق عليها اليوم كيف يشربون قل لها امي طلبت ايش تسامحيني تخيل تقول له اللي مسك ضربه يطلع من كشور امي ضربنا حاقد الله يا بعض الناس الله يا بعض الناس الله يا بعض الناس امي كم مهواها اشتاق لمرآها اها واحن لألقاها واقبل يمناها امي هي نبع حنان امي هبة الرحمن ويضربوني اخوياي ولا اقدر ارد اعطني قمقم القهوة اضربني بالقمقم القهوة تحمست اصفق بحطبها حطبها شابة يوم جبت طاري ام منيف ادعوا له الله يخليها له اي والله ويطول بعمرها طلع فينا حقد ان شاء الله عيال عيال عيالك اقول لك طلع فينا حقد انا خايف من مجيد وفارس مجيد وفارس المفروض انك تخاف منا اكثر احنا كل الفتره اللي راحت ساكتين هم يحرشونك على خفيف هم يصبرون منه هم يحبون ضربك ترى جلدهم تعود عليه المهم عندي وانت بيطول وادخل بروح راجع قهوه اخ راجع وبعدين بعد البث بعدين شايف ان ما شاء الله ذكرتي زي ذكرتك ناس خلاص اعوذ بالله منك ما شاء الله قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله يا رجال مسكين كله بسويداك الليل الفجر وانت تقول وخبرت واحدا يبكي ما شاء الله واحدا يبكي أسألت حياتك رجعت هم خبرت واحدا مسجون ما يبغي فراجا عشقت أحوالك ولا مضت حول الشيء يسوي ولا زال
حلت القبر جذبه من العجاج عزا منزل ضم حقوقال وسم تسقي ويضحك وتضحك لها الدنيا وهو يضحك حجاجا أحبه ولا أبغته على شاين يسوي ولا زالت رقاب رجفه من عجا عندي أمل يقضي على سكة الياس بس الأمل تقتله ذكرى قديمة يا سلام ذكرى تحبس بداخل الصدر الأنفاس والعين ما تجعل ذا الدمع قيمة قيمة ودي أجيك وصفك على الرأس أمك دعت أنك ما تلمسنا يا جعل يا جعلها للغنيمة كيف الله؟ والله ما أدري وش معنى كلمة الغنيمة عنده غنيمة يعني غنيمة يعني زي ما غنائم غنيمة الشيء الطيب غنيمة الشيء الحلو تعال كيف المذاكرة يا عم؟ والله المذاكرة بيني وبينك والله ذكرني بأيام كلية يعني خاصة المغرب الراجع أساس أني الحين عمري 36 باقي ما بديت امتياز صح؟ الا بديت امتياز لا بدي دومت المويه وين يا محمود دومت اسبوعين بس اقل شيء شهر اقل انا امتياز 8 شهور بالمستشفى واربع في الهلال واربع في الهلال خلصت الاربع اللي بالهلال احذف لي فنجان نظيف باقي قبل برنامجي قلت خلصتها احبه ولا ابغطه على شيء يسويه ولا زالت ارقى باقي 8 بالمستشفى يا اخي اذكر خبرت واحد يبكي على واحد يبكي خبرت واحد مسجون ما يبغي يفرج والله انا اذكر قصيده حقت شو اسمه حمدان المري اللي يقول المبنى بس مستشفى قديم مستشفى قديم ايه بس المبنى قديم اللي يقول جيت مسيرت لاطراف المدينه ومريت منازل ما يندرى من سكنها الزلا شلون انا احسب انا احسب ان عمي بها تو واخطيت وش يردع ايام العمر دون اجلها الزلا سنين من عمري مضت ما توعيت لمحه بصر دفع البلا ما عجلها اي والله يا الله اكبر حط حطه دفع البلا ما عجلها سنين من عمري مضت ما توعيت لمحه بصر دفع البلا ما عجلها صدق يوم جاء اسى ابوه للجنه في شارع تو يذكر انه توفى تو يدري انه توفى يوم جاء خبره بالعنايه مو بالعنايه مغيبوبه عساها عسى الله يرحمه ما تذكر قصيدتي يوم اقول اجيه واعود هما درابي يا سلام يا من حمدان هو حمدان ابوه كان بغيبوبه وظهر توفى عقبه شاعر حمدان يقول اجيه حمدان المري واعود هما درابي يا الله الفاظ الفاظ حلوه عندهم ترى اسلوب مميز بالشعر يعجبني يوم يقول وش اللي يقول هو مري على ما ظن ذي الشاعر اللي يقول يا اخي عطني شاي كشري تكفى شلون شاي كشري؟ ها؟ خلاص انا ادق بالعافية الله يوفقك يا دكتور حتى انت تذاكر الله يوفقك الله يوفقكم ولا يبلانا شيء ودك تضربني وش يقول؟ نعطيه لو وكان وكان نعطي كانها من عندنا فايض اي نعطي وش عطانا كانها فايض نعطي والسلام ورحمة الله ارحب ارحب المتنبي وسيفه ترى عادي لو وطعنا منيف امه ما تقول شيء امه قال لا قال يعني اي والله تبي نبكي ايش رايك نذبحها خل نلعب معه بالسيف اللي مثله تحط عليه منعك ما تذبحها وراه وراه امه ايش قايله ما دريت أم حلف عليه ما يمد يدي على أحد ولا يمزح ولا يسوي شيء يعني نضرب سوي ذي اللي نبي ما لو حل نضرب أنا السالفة بندرة علي يوم جيت يوم جوا أهلي هنا هو يتنادي أمي بندرة علي قالت اسمع بندر قال نعم قالت ترى عبد الرحمن وكلت أمره لك سوي اللي تبي أيوة وحط اللي براس أي شيء براسك ترى أمره كله عندك
الله لا يبلان اخذت يومين كل ما جيت لا بس انت ايش بندر شدت علي انا انت كل ما طلعت من المسجد ولا جيت ضرب انت ايش فيك؟ قال بس امه قالت لي فخرت بالاجري ومن بكره مقومني سو كذا قمت جيب لي ابن الحلال ما همت كذا عاد الى حاله شو اني طلعت من البرنامج ولا مكمل لا حبيبي هذا واحد احنا كم نفر على منيف اقول لك شيء دائما امهات لازم منيف ذكرت هي قلت ذي اللي مثله نحط على اليمنى بن عباد يوم قتل عمر بن القيس علشان عشان الزير قتله عمر بن القيس كان معروف تاجر وكريم وشجاع وفيه خصال جميله كلها بكاء بعد ما قتله الزير بكاء لا كليب اللي بن عباد قال انا مثل عمر القيس يقتل يا سلام هو اللي قتله قتله هو اللي قتله يوم قال الزير قال ما انت كافئني بابني قال مثل مرء القيس يقتل صادق والله هاي القصه نفس يا اخي همام الزير يوم قتل همام اللي قالها المهله الزير قالها الحارث قال كفيك مرء القيس إيه؟ بس يقولون القصه ما هي حقيقيه لا احس ما هي لا هذه ما هي حقيقيه اما الزير انها ذي ما هي حقيقيه لكن قتلت كل بن عباد اللي عمر بن القيس صحيحه فهمت في معركه قتلها يعني الزير قتلت الهمام ما هي صحيحه لا همام ايوه لكن انه لا شوف انه الزير سالم دل على خويه عمر بن القيس اي دل على خويه مو صحيح ابو ما يصحيح هذا ما يسويها الزير ما يسويها ما يصحيح شوف في روايات واجد لكن المسلسل اكيد دراميا لازم ياخذون الروايه اللي تصلح للمسلسل صح. علشان تضبط المسلسل يقولون لا ما يصحيح هذه معروفه اصلا اي محرفين فيه واجد المسلسل ما هو بتحريف هم ماخذين روايات بس روايات ما هي بصحيحه بعضها ولا كذب ولا كذا بس اهم شيء يضبطون الدراما علشان تشويق وعشان يقول الزير ابو ليل المهله لو قال الزير قاسي ما يلين المسلسل فيه تحريف يقول لو خلينا ما هي بالروايات لو خلينا الزير سالم من بدايه المسلسل نهايه المسلسل هو منتصر كان كل من قام قال انا بسوي مثل الزير ونهايته بتكون مثل نهايه الزير منتصر عشان كذا خلوا موته اصلا موته صحيح مع العبد لا يبرح العبدين انا ناسي المسلسل لا يبرح العبدين حتى يقتل هي ردت عليه كيف مات الزير انا ناسي العبدين خانوها كذا ايه لكن صحيح انك كسر ظهرها يا ابن عباد صحيح لكن انه دل على اخويا ما صحيح يقولون ان ظهره من كثر ما يشيل الدروع انا قد قريتها بقصه قدها بامره ما انكسر ظهره ولا شيء من كثر ما يشيل الدروع مع العمر انحنى كان يشيل ما ادري كم رقم قوي من الدروع اخوي قال قصة الزير وش هي ضيعتها لا اله الا قرب لي مربط النعامة نعامتي مني ايه مني قد هب امر المعضلات السيف سفي ولا ما بيعه ولا رمح لمحي ولا ما اشتريه لا وش دخلني هو يقولها والله اللي تذكرت موت قال سيفي اول شيء قرب مربط النعامة هذا ابن عباد اي هذا الزير قرب مربط السراب السراب نعم هناك السراب لا هذيك ناقة البسوس لا ناقة البسوس لا صح إيه؟ السراب ناقة البسوس لا هو له فرس هو له فرس بخيل قرب مربط هذا الرغوة قرب مربط النعامة مني هو رد الزير قرب مربط الخيل حقه يا دافع عن لا بس قال السيف هو بن عباد وش قال؟ قال السيف سيفي ولم أبعه والربح ورمحه ولا ما اشتري فهمت يعني ورثه من جده هذا اللي يقوله من بن عباد فهمت السيف ما بعته لاني محتاجه والرمح ما هو ما غريب علي لاني ورثه من جدودي يعني ما هي غريب علي ماسكه الربح لا اله الا الله قصيدتي ذي كلها ثلاث ابيات قرب لي مربط النعامه قد هب امر للمعضلات قرب لي مربط النعامه يا قوه والله فيها جزاله ابيات وفيها عزه نفس غير طبيعيه لكني ضيعتها هو كان معتزل الحرب ها هو كان معتزل الحرب بن عباد إيه معتزل يوم طاح رمشة على على فكرة جفنة. على فكرة يا ابن عباد اتخذ نظام الإسلام أصابه تريتوا كيف الإسلام أصابه اللي هو اللي اتخذها ابن عباد يوم استوت الفتنة من بين يوم جنب وايل وبني بكر اعتزل الحرب اعتزل الحرب هو حط سيفه وحط سلمه وحط الرسول صلى الله عليه وسلم أصاب ذي الشيء قال استوي فتنة والقاعد فيها افضل من القائم والقائم فيها افضل من المتحرك واللي قام بسيفه داخل افضل من اللي تل سيفه يعني هو سحب نفسه هو سحب نفسه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص يوم بعض الصحابه ما ادري سعد بن ابي وقاص يوم استوت الفتنه قام على سيفه ودقه وش يسوي راضي؟ دق السيف دق السيف دق السيف قالوا له لماذا؟ قال لي اعتزل الفتنه جاي اعتزل الفتنه الفتنه كبيره ترى ما هو حديث صحيح بعض حقه الزير لا خلينا نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل عام
عن الفتنه والعياذ بالله. بعض يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جت الفتنه اعتزلوها. في بعض قاعدين في بيوتهم في خاطرهم ما يسوون شيء، يغردون تغاريد فتنه والعياذ بالله، يسوون يزرعون، يكتبون قصائد فتنه، يسوون مشاكل بين الناس على ناس، ويحرضون الناس على ناس، يفترون على ناس والعياذ بالله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة شكل القتل، إذا قامت الفتنة فالقائم فيها فالقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الماشي، والماشي خير إلى آخر الحديث. ثم قال للصحابة فليعمد أحدكم لسيفه وليدق بحجر، يعني يدخل سيفه ما يطلع أبدا، وإذا هذا يدق بحجر عشان ما عاد ينفع سيفه أبدا. قال الصحابة طيب وإذا دخل علينا جانا في مكاننا صاحب الفتنة ما نقدر عليه؟ قال دعه يقتلك يا أبو بيأثمك ويدخل النار، أهم شيء أنت ما تشارك الفتنة ولا تدخل. حديث صريح الرسول الحين في فتن خلاص. كثير من الناس استغربوا ليش عثمان بن عفان بين الصحابة وبين ذولا كلهم ودخلوا عليه الخوارج ستة وذبحوا، كيف كذي صح ولا لا؟ صح. الصحابة ما فيهم شجعان، الرسول صلى الله عليه وسلم وصاهم، وعثمان اتبع وصاة الرسول صلى الله عليه وسلم، طلع على المنبر قال من كان يطيع الله وولي الأمر ويعتبرني ولي أمره إيه؟ أنا أمركم أن تجعلون سيوفكم في هذا اللي يقوله عثمان بن عفان، امرهم انهم ما يتلون سيف يوم جاي يقتلونه. ها قال لهم لا واحد من الصحابه يتل سيف. لبس علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعياله الحسن والحسين وكم واحد من عياله لبسوا الدروع يوم اشتد الحصار على عثمان بن عفان، لبسوا الدروع ولبسوا السيوف. علي بن ابي طالب شجاع وقال والله لا ندخل على عثمان قصدك، فهمت؟ علي بن ابي طالب من العرب الشجعان، والله لا ندخل عليه قصد لين امتاح واحنا ساكتين. ما شاء الله يا المضير. ويدخل لك يوم اقبل على الفتن وسووا، قالوا ذولا بني عم الرسول صلى الله عليه وسلم وعيال بنات الرسول، لو قتلناهم بثور اللقمه علينا. لازم ان نتفاهم احنا وياهم. حاولوا علي بن ابي طالب، رفض علي بن ابي طالب، قال والله لا ادخل عليه. يا مسهلا اسلم وتل سيفه. بس تل سيفه. قالوا له خلاص خلاص ادخل. يوم دخل على عثمان قال له عثمان انا اطلبك انك ما تل سيفك وتطيع ولي امرك، ان كانك تعتبرني ولي امرك. قال له تمام. فدخل المسجد، دخل المسجد علي بن ابي طالب رضي الله عنه. يوم دخل انه يصلي بهم من واحد من المضي. ان شاء الله محلقين ومزين، حلقين ومتزينين يا ولد. ما هو جي هنا وجيها حلقين ومتزينين، وحنا اعوذ بالله رجعنا الله يلعن بيسه. والله العظيم يا حليب هذا يا رجال ما شاء الله على النقع هذا سكر، يمكن يكلونها سكر. خل عنك يمكن ها يمكن التحليل. يمكن ها الحسد كان والله يا الشاشه انها تخفي عيوب. والله الشاشة تخفي هذه ما لها مطار شيء وشيء والله نشوف اذا الواقع نشوف كل الشاشة يدعي يا ابن حال انك سكر يا ولد ما عاد فيها الشاشة طلعتم زين وهنا والله انكم نهج على ابليس هو من شروط العقد اصلا موقع له الشاشة لازم تصير لازم تجمل حرام عليك شوف شوف هاي جمال
هو المصيبة ذا اللي عجزت عارفه بالشارع. حبيبي بن دفنه جو اثنين ضيوف تفاجأ وقال بالله هذا انت شتان. تذكر البنت يوم تقول لك لا والله بشاش احلى. والله قهرتني والله. والله قالت قالت بشاش احلى. على الجرح جبتها على الجرح كانك ما دريت. يعني ما كذب عبد الرحمن. والله انت ما شفت الشاشة وشفت الواقع؟ ترى كاميرا وكاميرا. لا والله. من الشاشة مخليتنا مزين يا ولد. لا والله ترى مكبرتنا. انا هاي ترى تقصر وتكبر. انا متنتني الصراحة. شرفكم انتم عبد الله بن دفنه شرفكم. هذا قال لي قال مسوي مستوي في ليزر تذكره؟ لا لا هذا قال لي مستوي في ليزر. لا لا صدق صدق ترى قال لي في ليزر. ترى اول ما جاء قال لي انت في ليزر. ترى صدق الشاشه تسمن 10 كيلو وتتقصر وتعرض. انا 10 كيلو مسافه ذي. لا عم والديك. لا صحيح والله والله يوم رحت اهلي انصدموا ورب البيت انصدموا اخوياي. الاستراحه بعد 10 كيلو. صدق والله اني صار. وش هو؟ انك وصفت وصف انا هذه مسافه شلون تقول تكلم 10 كيلو؟ وزن وزن سمن 10 كيلو. تود ترينا من الرماده. سمن 10 كيلو ما ادري 9 كيلو وتقصر. تطلع انت مربع تعرف لعبه ماين كرافت حدوني على ركب الغمره وانا ابغي فوق ابي مقدم الصندوق ولا على السله يا طابة والفنجان لا الاول ولا جوب أبي ثالث الفنجال من صافي الدلة منيف أنا طال عمرك الحين بجي محمد المسعود بتل السيف ذي اسمح لي أكيد عبد الرحمن ثم وبقول له أبغطس في محيط الثلج إذا رفض لأني طلبت 20,000 مرة ذاب المحيط وذاب الثلج بس لا والله اللي يقولها ما عليك أنا ما طاعني يا رجل قلت لي كم من يوم أيوه بتل السيف قهرني يا أخي كم وأنا أطلبه الحين السيف ذا وش سلفته والله يا ذاب الثلج السيف ذا يجون العيال ويعلمك وش سلفته أنا بلشتبه من البارح عادي علمني وأنا بنقل لهم الظاهر أنه بيسوي راح المتنبي وبلشبه عشان أوفتك بيعيد جو المتنبي وبلشبه ما أدري وش يسوي سيوا ما يحطونا كذا سيوا يحطونا هنا لا مو بلي اللي يحط هنا رعي إن جاء رعي اللي يحط حق منه ما نشوف الحين بس من البارح أنا شايله معي إي ألمنا أنا نقل لهم مالك لا بس خل الربع اللي تو مرون يجون وأبشر بسالفته حد هدي؟ حد بغاه لي وحد من الشباب؟ الله ما ندري نشوف. عطايا الله بالعافية والله بس مساعد ذاك اليوم جاي يشرب ينفخ لا ينفخ يجرغ وتروح يوضعنا والله مساعد الله يوضعنا بضيع مساعد فنجيل نزل فجيه عبد الرحمن فنجيل نزل عندك يا ناس يا ناس ويني يا ناس وينها لا تقول وراك فنجيل مساعد وضعنا يا ريت ينفخ كل ما يجرب الرغوة دي على شاربه الله يبضع حق قل الله يغرب لك دي موزين لا أقول له تدريج أقول له أقول له مساكت من الصباح قل له أنت عتيبت الهاي لا تعبت خربيك عتيب وراك عتيبت الهاي يقول له أشرب بدون أصبعي أصبعي أقول له سود الله ويك أقول لك عتيبت الهاي لا تقول أصبعي والله لو قصيتها تقول ما عليك أطلق والله أنه ذوعني أنا ذاك تدري لا جاني وراء جاني وين جاني بعدين يدك يدك خلفك وليس لا لا عادي والله انت جيبه حلفت لا والله والله حرام عادية حرام عادية 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 حرام ما بيدك حرام ما بيدك حرمنا وحلفنا هات بس اقول لك انا ترى عادية ما بخلاف اقول لكم جاني خلف الكواليس مساعد ايش سوى دري ما بخلاف ايش سوى تقول لي منيف عندي فنجان ايش سوى مساعد مسك ايدي يا ولد الرماد مسك ايدي وعواها ورا ظهري يقول لي يا راشد وراك قبلت الرواشد وراك ويدسني قلت له كسرتني كسرتني قال ها يقول هذه اصبع اما انت عويت يدي وقايلها كذا وقبل الرواشد وراك قبل الرواشد وراك من مساعد يوم طلعت يوم طلعت يا عيال تسلم يا غالي شفت مقاطع واجد من انستغرام مضحكه تضحك انت تقول بس مقاطع لكن في مقطع واحد جلست اعيده اعيده وكل ما عدت تقاه تقاه وكل ما عدت ضحكت اكثر مقطع مجنون ضحك انا ما ادري انتم تشوفون لكن عبد الله يذكر السالفه جالسين انا وعبد الله وفارس ونطق يطقطقون علي يوم اني طرحت موضوع الفلك وما الفلك يقولون في سنه من اللي بيعصر يطقطقون علي هو وينه منسدح على الكرب اللي انا مسويه عشان جلسه اللي حطيت رمسي هو منسدح منسدح ما هو بيمنا بدون ابحونا لا كل يوم سحب
والله وفارس وفارس واقف كذا وانا واقف هنا عبد الله واقف هنا وهو منسدح هنا اول ما رد من المرض اي اول ما رد من المرض الله سالم الخنفري ذاك ما هو النبي الذي ألان الله له الحديد داود عليه السلام أين يقع هضبة الأناضول في تركيا ما هو بردان ماذا يسمى صوت الحجاجة ما المادة التي لا تفسد بمرور الزمن العسل ما اسم سطح الطبقة الداخلية لجلد أدمه من مكتشف الدورة ابن النفيس من هو الجوشن ما هو الجوشن الدرع ما اسم الطير آكل النحل ما اسم الطير آكل النحل دردور من اسمه الوروار الوروار طائر الوروار مشينا اللي يتقهون اللي يتقهون ها محمد محمد احنا بنخليه يطبخ بعدين خلاص اكلنا خبزته شارك وتخلى على كان في ناس تمردوا جلسات من غير تصريح دخلوني دخل ايه اطبخ لهم ها ايش فيك الدنيا ينادوا الراب والله قاعد الدنيا يطبخون ما شاء الله ويشبوا النار تسوي قهوة بعد عشان غبنا يوم واحد عن القرية تسوي قهوة يا منيف يوم واحد عن القرية ترحب تسوي وترحب ترحب بعد جهزوا السيف ابو غنى جهزوا السيف معانا الهامور ورئيس البلدية هلا المقاطع اللي صارت قبل ايوه ويطري عليه المقطع ذا اللي ذاك اليوم جهزوا السيف جهزوا السيف شوف السعد ما عندك جهزوا السيف ما عندك يتعشى به يا شباب دقيقه ما عندك شيء يتعشى به لا صل علي والسلام الواجد سلام من كثير قصرت والله سوي قهوه من ورا شوف 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 ما ادري ايش بالله يوم واحد بس عن القريه صار الكلام ذا كله ذكرت العالم شو السالفه لا من هو؟ في ذمتك انا عم الله اكرم تحت الهواء انا عم الله اكرم اذا انت انا عم الله اكرم اهلا اهلا ومرحبا يا اهلا كيف حالكم الهمور؟ احنا حاشمينك الهمور الهمور يا مرحبا رئيس بديع منهم هو كله درع الاخير انا انت قبل الاخير لا بدا لا لا انا الاخير انت قبل الاخير لا لا بدا مره مره اني طالب انا لا 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 مطلوب. انا طالب انا طالب الاخير انا طالب مره تنافس على الاخير وبعطيه اياه ويقول لا لا ولا لا 14 اخر شيء 14 طالب 14 24 خلاص فاتت ما نقدر بيت الحكمه انا طالب ما ادري جاك انا الاخير تستاهل مره لحظه بشيك على هاي بوين لحظه سؤال منيف من اللي اعطاك التصريح وش السالفه؟ من اللي اعطاك التصريح بالمهزله اللي صاير؟ احنا كل اللي والله خلي خلص شاهي حق لا سؤال من اللي اعطاك التصريح؟ ما ادري جيت كذا جالس جاني دار قالوا اجلس هنا. من هم الاداره؟ ناديني نادي الاداره. عاد في خصم ولا ما عاد؟ عبد العزيز عريفي نفسه هو اللي جاي هنا. عاد في خصم ولا ما عاد؟ ها؟ الخصم باقي ذكر 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 اسم ما ادري ايش جاني انا ذكر. من هو اللي عبد العزيز عريفي؟ ابشر طال عمرك. زين زين لك وين من بريك؟ قال جيبوا الشاي بعد اللي هردونه. لا 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 ما عليك منه لا يقدر يتامر عليك. ما عليك منه. ترى ترى صامل شوي. مريض انت. هو عبد العزيز عريفي جاء قال هنا اجلس اجلس قهوه تو خلصت والله. ايش سويت كيف التسجيل يا ولد والله سويت اليوم يا ولد انا بتسوي شركه يا ابو سالم خلينا نكمل الجوله ها كيف دخولك ما ادري سجلت انت انت سجلت لا الليله سجلنا وياك تهقني يا اخونك اذاكر بدونك اسجل بدونك ما صدى صدى يعطي يعطي صدى وين ساعات حجزت برحلته سفيرك بغني لهم بجيك حجزت برحلته تهبط شمال الروس يا روحي يلا الروس يا روحي انا ابغى جواز اليوم بسافر بعد ساعه حجزت برحلته تهبط شمال الروس يا روحي شمال الروس يا روحي
روحي وبغطس في محيط الثلج لعله تجمد العبرات طف النار من قلب عروقه دمه يفوح يا بغطس في محيط الثلج لعله تجمد العبرات طف النار من قلب يا عيال والله ما لكم داعي ما العداوة هي اللي قاد لك قد لك تحدى العن شيطان وادرب العداوة العن شيطان وادرب العداوة لا تشرف الرجوم ولا تعدى دام مالك مع هل المرقى غناوة دام مالك مع هل المرقى غناوة هي اللي قاد لك وقد لك تحدى العن الشيطان واضرب العداوة العن الشيطان واضرب العداوة هي اللي قاد لك وقد لك تحدى العن الشيطان واضرب العداوة العن الشيطان لا تشرف الرجوم ولا تبدع دام مالك مع هل المرقى غناوة دام مالك مع هل المرقى غناوة اللي قدلك وقدلك تحدى العن الشيطان واضرب العداوة العن الشيطان واضرب العداوة لا تشرف الرجوم ولا تبدع لا المرقى غناوة هي اللي قادلك وقدلك تحدى العن الشيطان واضرب العداوة العن دقيقة الشيطان واضرب العداوة وقدلك تحدى العن الشيطان واضرب العداوة ايه يا اللي قاد لك وقد لك تحدى العن الشيطان واضرب العداوة العن الشيطان واضرب العداوة ايه يا اللي قاد لك وقد لك تحدى العن الشيطان واضرب العداوة العن الشيطان واضرب العداوة ايه يا اللي قاد لك تحدى تدري وش سنتنا حنا الحين احنا راجعين بدون خصم اللي نسويه مفتوح لنا اي شيء نسويه احنا ما الحماس الحماس عادي جبرك الحماس تسوي بلا اقول له شيء احنا طال عمرك الخصم بالكلام بس يرد نعم اللي تكلمتوها طالب لا احنا فعلا بس يردكم شيء ابد جالسين احنا مركزين يا ابو كاتب قلت له انا رجعت ايش قال؟ اللي جيت شيء تكروس تكروس كلها يقوم ذا لف لف على القريه اشوف تفقد جاد جايبها من جد معكم شدش زين على اساس انه بيرميني يلا عفوا ثم شوي ايه وشي يا بغطس ابشر والله تهيدا خربتوا الله يهديك ثم شوي واقعد انشف الزراع بنفسك ثقه هو يضحك يقول عود عليك متضحك اكثر لقطه اخر بعد ما انشترت سويت الا موجود سويت كذا انت مركبين عليها شيله حزينه اول تدرى سيدك بدا يوم خادع ميس فيه يلا يلا شنو شنو عرضنا يوم حنا المركز ايه مركز يلا يلا محمود ايش فيه انا اوريك توله نسيت ايام من عمري ما بين خرم واتنهات حاولت انسى عجزت انسى وزاد الجرح بجروحي وزاد الجرح بجروحي انا ابغى جواز اليوم بسافر بعد ساعات حجزت برحلة تهبط شمال الروس يا روحي شمال الروس يا روحي أبغطس في محيط الثلج لعله تجمد العبرات طف النار من قلب عروقه
دمها يفوح يا بغطس في محيط الثلج لعله تبد العبرات طف النار من قلب عروقه دمها يفوح نسيت ايام من عمري ما بين خرم والتنهات حاولت انسى عجزت انسى وزاد الجرح بجروحي وزاد الجرح بجروحي فوق هذا الفوت غساني القي المشراف غساني اطلع المشراف اقول واحد وانت ما ترتبها لا انتم منيف رتبوا رتبوا برد برد عليكم برد عليكم منيف ارتب رد 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 والله ردنا ما في الا منيف يسوق بهم خافوا خافوا انزلوا انزلوا خافوا خافوا والله اللي ينزلوا والله لا ينزلوا جيب قبل ما يجون جوك 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 جيب بسرعه بسرعه جيب النزال لا في لي منيف عرفت عرفت ان احد حمام ورقه عرف فينا احد حمام ما عاد بقى شيء درن مرض معدي ومزمن فماذا يصيب يصيب رئتين ان تقع اول بقعه تشرق عليها الشمس في الوطن العربي عمان من الصحابي الجليل الذي نزلت الملائكه تستمل قراءته السيد الحضير كم قلب الاخطبوط الثلاثه ما عصمت سويسرا بيرين ما عمله النمسا اليورو كم عدد الدول العربيه التي تطل على البحر الابيض المتوسط ثمانيه على من اطلق الرسول صلى الله عليه وسلم لقب التراب تراب ابو تراب او علي بن ابي طالب رضي الله عنه ميناء مارسيليا من اهم الموانئ العالميه فإن يقع في فرنسا من قائد معركه ذات السلاسل خالد الوليد ما هو الاسم العلمي الذي يطلق على المياه الزرقاء التي تصيب اليركم اللهم امين وياك سوره من سور القران الكريم تسمى سلام القران فما هي البقره من هم المتشدقون المتطاولون ما مثل الدرهم ماذا كان من النبي ادريس عليه السلام خياط كم سوره ذكرت في القران الكريم باسمها سورتين ما هو الصوت ولد بنت ما هو اكثر البحار بروده كارتا شو اسمه كارا ماذا يسمى كارا ها. كارا ماذا يسمى صوت الدبعواء ماذا يسمى صوت الضفدع الرقيق من هو فيلسوف الشعراء وشاعر الفلسفه ابو العلاء المعري ما هو أول معركة ما هي أول معركة بحرية خاضها المسلمون معركة ذات السلاسل لا إن شاء الله لا أقوله طيب إبراهيم السابع شاهين من طير من شاهين هو الطير من فصيلة صقور سور من سور القرآن كيف أطلق عليها قلب القرآن ياسين انا قاعد اتفرج انا نفسي من اللي ربط السلاسل ما عليه يا سالم ربط من اللي ربط السلاسل والله اخوك ما عليه حبيبي والله انا ما ادري ما عليه يا سالم السؤال ما السؤال ما متفق ما عليه السؤال ما متفق امين يا رب الله في رجال هذا الرجال هذا احنا مكافحه المذاكره يا حبيبي سود الله وجهه احنا مكافحه المذاكره بدر علي احنا ها انت مذاكر لا ماني مذاكر بس في طوير هناك ما توقعت مساكر متلبس نو متلبس لو يدون شيء بالك واخوانك انك تذاكر انا مش بشوف بشوف متلبس متاكد يا بندر سود الله وياك انا عارف من قبل ايام زد فرستك عشان طلعنا يوم واحد
تذاكر يا بندر حلو يا محلل يذاكرون عبد الرحمن هذا العشان يذاكرون ويتزينون ويتلمعون وحلقين وحنا حالتنا حاله حتى انا طلعت برا انت والله لو تزينت ما يضبط في شيء انت بقولك نزع بندر عشان طلعت يوم لا لا شوف بقولك شيء ذاكر الطويرش الطويرش مسكين ضعيف طايح نمس من السياره فهمت وفي دوخ خبر حق راح عليه وجه ما عليه بس هذه 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 افكار افكار وطاغي رقي شرعي هي انا ما اريد اضيعه وهو ماسك متلبس لا لا الرجال يقول انها رقي شرعي ماسك رقي شرعي يا ابو خليه يقرا على نفسه بعدين يقرا على طويش انا قرع عاصي بس والله يشكرك ما شاء الله العمر هذا مسحميني بس بدي تعال على سعاده السمو تم التشريف والتكريم سعاده سمو رئيس البلديه تفضل اهلا ومرحبا بكم في حفلنا الكريم وفاء طايح ركب ركب حطته وين من وين تفضحتني والله لا لا والله هذا مكانها مكانها حلو تحت تحت تصوير تصوير تحت تحت يا رجل تحت عشان المنصه المنصه ايوه اي قائد رئيس البلديه ترى مستعجل تفضل يا سلام رئيس البلديه تعال حنمك ما يصلح تصدق تكريم وانت ما تعرف انت رهيب رجال يكون مع شيء يكون مع شيء بيختارنا فتش الرجال هذا السلاح هنا لا لا هذا السلاح ابيض هذا سلاح ابيض كنا الاسماك يعني اللحوم البيضاء مو ضر حبايبي الربع شيء ممنوع اقطع الابراج على العماريه اي شبكه اسلم ترى ما يمزح ترى الصوت انت منظراتكم انا اسمع نغمه بس يا ربع انا ما ارضى بتداخل الاصوات يلا احنا في نغمه وصوت الرياض بس يا ربع بعد اذنكم جميعا رئيس البلديه انت المنصب هنا عندك وكل شيء عندك تخيل يا رئيس البلديه انه يتم الان التكريم ويتم الاحتفاء ويتم التشريف وهذا ما احد يعلم به الا احنا ما رايك في هذا يا رئيس البلديه التشريف وش هو ذا اللي يساعد الحين عشان السيف اي من هو بكرم من اللي بكرمني الحين بعد اذا انا اللي بكرم بضبط الامور اذا بكرم ما حد ثاني اسحب عليك قولي اذا انا اللي اكرم ايش رايك يا رئيس البلديه ايش رايك تعال شاورني وانت فطين ما شاء الله اللي بكرم يقول يا شباب طيب هذا خبزتك بعد شاورني يا اخوي كل شيء ما تنسى نص الخبز ودخل باذنك نص الخبز ودخل باذنك صالح في واحد يذاك جيبه 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 لا لا هذا برايم برايم هذا خليه ذاك على كيفه ما رايك يلا توكل احد معبرنا يستاهل يلا ايش رايك يستاهل عطه الحين عطه هي واذا معبرنا احد بيعبرونك الرجال انت فطين معي ايه روح كفو ايه نبدا طيب شيك ابو السيف هذا بس سلفته هذا طبعا جاني وصاه مني انا ومن شخص وصام شخص مهم وحياك شخص مهم ان شاء الله والله اللي قاعد ينتظرك وصام من نفسك اي والله ولا واكل اسلم خلاص خلاص طيب خلو خبزة مسلم 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 خلو خبزة ومن قبيلة الى رجل ما موجود هنا يستاهل ولموقف ما موجود قبل ايام الموقف يستاهل يستاهل رأوا الرجل هذا زعلان قالوا وش سبب زعله وعرفوا الزعل بعدين قالوا حنا نفتخر بجميعا ونفتخر بدولته فلذلك السيف هذا يهدى له ويقولون الرجل فخر لنا والإمارات فخر لنا فيستاهل السيف هذا ويقولون يوصون لا يضيق باله أبدا الله يبيض وجهك لا يضيق باله أبدا ولا يزعل انتم وافين ومطير وافين وجمهورك وافي الله يبيض وجهكم بلدية يا أبو تستاهل تعال خلينا نتكلم الله الطيب الله يطول عمرك سلم السيف يا أبو غني بس هذا روح يا مبارك سلم حقك تعال يا على فكره يا الربع السيف مذهب السيف مذهب تعال عبد السيف مذهب وافي ومطير وافي شاف الرجال زعلان قالوا ما نرضى عليه بزعله وله المقام العالي ودولة تفتخر بالامارات وهو فخر لنا اعطوك السيف هديه سيف مذهب ان شاء الله بحذف من الرياض يا طويل المبارك يا مطير عسى الله وافيه وما يرضى لا واقت كل ارض المسيح طول عمرك يستاهل طول عمرك يستاهل كل طيب وعلم غالب اهم شيء لا تزعل يا بن جفنا اولا اقول واللي ضيق خطرك ضيق خطرنا كلنا اولا اقول لا لا الحمد رسول الله وش مشكلتك مع هذا المسيكين صدري بسير اقول لك اول شيء اقول طول عمرك وعمر مطير عمر ولا استغرب منهم الطيب حمران النواظر الله يسلمك واقول الله يرحم والديك والله العظيم اني اتشرف بهديتكم والسيف
وانا والله اني اقول طال عمرك بعيد عن المثاليه عن سيفي كل واحد منكم ومعرفته. الله عليك سعود، ولكن السيف اللي ارسلوه لي مطير والله اني افتخر به، ومنك يا عبد الرحمن بعد شرف لي كبير، وانت اخ وعزيز وانت عارف غلطك وقدرك عندي. الله يسلمك الربع ما فيهم قاصر كلهم، وكل واحد يستاهل اشد اشد، لكن الموقف من دفنك انه لنا علشان الموقف اللي صار له واحد واخوانه وعبد الله وشافوا الرجال يوم اللي تضايق اللي وصل من دفنا وصلنا كلنا. الشيء اللي قدمته هذا كان احنا اللي مقدمينه. الله يطول عمرك. قدمت شيء باسمنا لابو مبارك ويستاهل اهل الامارات وربع جميع. وانا ادري لو انهم برا بيسوون اعمر ويجيبون هدايا اكثر تستاهل انت ولذيك خاطرك وكلنا انت واطلق يا ابو ملفي واطلق وسديد ووافي تسد. والله ان شاء الله يقويكم ويوفقكم والله العظيم اني اتشرب بها واتشرب عاد الحين بلا رسميات وبلا اتشرب ان شاء الله. الحين اضربه بالسيف واتشرب بكلمات سعد السبيعي اللي قصده فيه والله اني اتشرب بها. والله تستاهل كلهم يفتخرون بها. ولكن في كان الهديه في خبزه هناك وينها؟ اكلتها من ضمن الهديه مطير وافين ولا هي غريبتن عليكم. الله يسلمك كم جميل. صايد رسميات بداحم؟ لا لا ما في رسميات. في واحد الراقد انا بنجلد هذا اللي راقد صايده مهزله يرقد في البث. من هو ذا؟ تفضل تفضل رئيس البلدية. برش أبو عجيج. برش تعال أبو عجيج هذا أكيد أبو عجيج. هلا أبو عجيج يبا أحط السيف ده. هلا أبو عجيج تستاهل قلت تستاهل أبو طيب يا أبو أبو والله تستاهل يا مبارك ولد. إيش في ذا؟ دقيقة ولد ولد يا ناس اشهدوا صلاة 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 اشهدوا يا ناس إن ما تصحوني من النوم محلك ومحلق بعد محلق سود الله وجه العدو ولد. اي اي خذ خذ فراشك يلا يلا انا اشهد انك كذا صح داخل توقف قم صلي يلا والله شوف شوف محلق يلا سالم انا اشهد انك كذا صحوني من النوم. ليكون ناسي وعدك اليوم تيار الاشواق ما حاشاك يا كل رادا يا ولا مثل ما لا تحاول خمسة بتجلد. نعم والله نعم قم قم يلا يلا حبيبي حبيبي قم صل. ليش يقول يلا يا بابا قم صل كان في واحد تطاول خلنا ندور ندور فيه ما هو لا هذا آخر بيننا وبينهم حلف بالله خلاص صحصحت الحين يلا عساك شرها على عينك رئيس بلدي قلع اطلعك ابراهيم الحين يلا يلا نعم ترى مع راجح الحارثي ايه سم من هو ارجع ما في عين كلام المغرب توكل الله بص بلي طيب ما شاء الله يا عمرها صارت ارحب ميدان ايه بعد ميدان واحد انا اسمه راضي ايش اسمه اسمه خضير الله يكتب الخير شملالي الله يطول ذبحني بتعليقه يوم يعلق هو جاي من غاد يا ذبح اي هو ينفج او ينفج على عظهر الذلول بغى يطيح تجول يا ولد تجول يا ولد ذبحنا الضحك ذبحنا الضحك واحد طاح بس ربك سلمه طاح والله من يا ساتر اي والله بس ربك سلمه وهو يصل الاول وهو يصل الثاني والثالث غدا يا دفع الملك شوف يا ماما حتم الذلول ينات اخذت كيف هو جالس عنده احنا نجيبه هم جايين الاول جاء والثاني جاء الثالث غدا صدق الثالث خلت به يمين روح غاد يا دفع البلا يا ولد احنا الضحك يا دفع البلا يا دفع البلا ايش بوي يا ولد جو ندح والمغرب قهوتنا وشاهين يا سلام بعد صلاه العشاء والسامري اوه ولعب السامري طباخين موجودين اي اي لدرجه ان سوينا سوى راعي المخيم اللي متكفل بالمخيم وقتها ابو خالد الشرعبي الله يذكره ونعم ونعم الشرعبي اي والله هم كل احنا عند كل سنه مخيم بديره السنه ذي للحين ما ادري وين حطوها ان شاء الله احنا بالاعلام لا خلاص الاعلام مرينا ما هو على كيفكم اتوقع انه بتبوك
أنا خبر العام حقين تبوك يقول ترى عندنا مخيم. يا رجل يا النكبة يا ليه سويت؟ يا الطرحة أنا السلام عليكم. أنا إذا في طرحة أنت تطرحني الحين. ليش بعد الله بالخير؟ بعدين أنا عندي مفاجأة. استغفر الله العظيم. أخوي الغالي مفلح. استريح ابو داود استريح نستريح مفاجاه والله انت رجال غالي مدشني كليب اقعد اقعد على كسلم اقعد على كل حال مدشني كليب الله يستر من العصر وانت جزل مالك زود وبغيت اقول جزل من جزلين وانتم جزلين بعد محتاج تسلم هذه مفاجاه بسيطه الكريم اللي انت خيت حق وجهي وحصرته على رؤوس العيال هذا هو وش البيبه طيب هذا لك حبيبي يا اخوي هذا حق استاهل 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 بس والله انصدمت ابغى علمك اني انا ابغى علمك وهديه بعد تعطيني هديه وتاخذه مالك لواء وينك وينك لاقي وينك لاقي اعطني 1500 كم هو؟ ب 1500 او شو اسمه؟ والله يا عيال تغيرت ميس هذا كريم ميس كريم حق البهاق ايس كريم حق البهاق حق البهاق حق البهاق قال لك والله ما تشوف شر اقعد اجل هذا بعطيك اياه يوم تعطيني اياه ليه انت لا لا هذه هديه مؤقته انا اقول جبه عصا عروس عيال جبه انا جبه جبه خليني بعلمك بالسالفه هلا به انضربني اياها قاعد يشك احنا عصر انا ما ادري انها لصالح الزهري بعدين لا تاخذ بيالتي يلا زكي اجل هات فك 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 شفت ايه ما عادي داني ريحته ولا يا ولد حط الحليب هاجر هات كريم سلم لا في النص لا والله ذا ب 400 وذا بياله بيض الله وجهك شكرا حليب وكريم كم سعد يا ملداك يا رجال انا بعلمكم بالسالفه انا بس قبل السالفه هذه قبل السالفه لا لا ما في قبل السالفه هذه علمهم سالفتنا في المسجد يا هوني ادعي لك وانت ولا ذا سلك يا رجال قال ذا وش قلت انت؟ اي قلت لك على الغتره ترى هذه غتره اي قلت قال ذات قال ميدي هو عطاني يوم طلع ابراهيم عطاني الغتره هذه اي قلت ترى ذي غترتك المهم لا قلت ترى ذي غترتك ترى ما لبست عليها يوم جيت ترى ذي غترتك انا بيقول انت تمون على راعي الغتره قلت جعلك في درعيها قال هو الله يسلمك ذاك الردي سلك ما درى انها مشت هذا مثل السالفه اللي يقول طلع هو اللي طرح نفسه عقبه صح؟ عادي ايوه هو جاني تعذر بس ما ادري بس لا لا انا داريبه والله في سؤال في الواجدي ولد ما ندري عنها امس تقولون هالغاز ما فهمناها خلي علمك سالفه الكرمات خلي علمك انا افتح وجهك انا طلع انا فتحت الدلج حق السنايك ولقيت كرمات عطرات واطياب كلها لك الظاهر المهم قلت طيبنا طيب شاف شكلها غريب يحس بلوش انا الظاهر اخذ ذا لا لا هلا تعصر هنا في ذاك العصرة ب 200 ريال العصرة كنت امزح انا والعيال زين ولا درت انه للرجال ذا ولا درت انه شركة معروفة شنو دعاية المهم عصرت على خالد العميس جاء خالد العميس والمحيميد وانت معهم لا ما ادري قاعد يسوي مساج ذا اي انت جالس على الكرسي تسوي مساج خذ الكريم قام يعصرون على بعض نايف اي وانا ما اخذيت قلت يا الربع رد الكريم وادري ولا درنا لك حبيب الله سمت وافي من وافي وجهك وين لقيته؟ طايح وين لقيته؟ طايح في رستنايم اسالك بالله حيا الله ابو مزيد الله يحييك ويبتيك مساك طيب كيف لا في سوالف الماجد بعد غير امس شوف ترجومها يوم جلس السالفه انا عايزك طايح طايح يضحك مو مطمئن ما اقول له مبلح طالع كريم حقي هذا قام يطقطق يا الله اقلع بيس طالع هو قبل امس طالع من الهنقر والله قاعد تمع يا اللي فيك ومفلح وين مفلح؟ وين مفلح؟ انا اقول شو السالفه العلم وش يوم جو العيال علموني انا ضحكت عاد داري ان عنده تبلد ما عنده ايش لو تقول لا تدري ايش الضحك؟ اجي اذا اقول مع خالد محميد اجي خالد محميد يقول مع العميس اجي العميس يقول مع مفلح واجيك ادور بينهم والله لو اني داري ان نشتريه البارحه احنا راح نسجل هذا يبغى لنا ما هي من الصدريات اصلا عين سوق الغنم بس اما سوق الغنم في البيطري افا هي صبر الدم صبر النفس تقول سوق الغنم الله يسامحك جرحتني جرحن اغراض ولدي عاد هنا بشته كويس ترى زين مهيب على المقاس ولا كان قد تشلحت بس انها ما تنبع مقاسات اول شيء البارح البارح هو يوم البرايم مو هو يوم البرايم يوم امس قبل امس يوم امس
العيال اللي معي في ايش اسمه فرقه والله انا قدي ناسي اسمه ولد العنزي البارحة ولد يوم الشذيب يوم انه عوي أيوة. انا سلام مطويق وقام معاها بليك عيال عيال ايوه جذيب اللي تالي الليل جريت جريت ثلاث عويات جايني بسام عويت ايه ها ها تعال قول قول تبغى تعرف جذيب يلي تالي الليل جريت البيت اللي بعده وشو اذا فيها ايه ثلاث عويات قويات ووصلاء ايوه دخل على الله ثلاث عويات سويت اي لا صح عبد الرحمن صح عبد الرحمن صح لان البيت الثاني ايت هي قافيت ايت جريت ايه وفي ناس يقول يذيب اللي تالي لا لا جريت انا احس ترى هي منيف ما تجي انا احس به يقصد كلمة عويت هو عويت. يقصد عويت بس عويت ما تنشد عويت هي. اذا ما شديته صار غلط كسر لا يذيب اللي تالي الليل عويت عادي لا جريت حتى يصير به كسر شوي هي يكسر جا جا إيه لو قلت هي تجي عويت بس عويت ما تجي ما تجي انا اتكلم عن كبيت بيت شعر ما يجي مكسور تقول والله هذا هو والله من كثر ما انت تمنيت انك معنا يا ابو والله يا ابو والله لا كان والله اني ادعي اقول يا رب انه ياجل التدشين يا رب صل على النبي اتخابر واعلمك انا 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 طلعت اني اني تعبان قل لا اله الا الله والحال بعلمك انا يا طول العمر كنت باجل التدشين كنت باجله والله عشانك قالوا اليوم هذا السبت مرتبطين ولا احد ما ادري ايش فيه ولا اثنين خبر عاد كلنا خلاص ابراهيم اي وانتظر قلت يا ولد الرجال مو فيه قالوا ما عندك الا الوقت ذا هم اللي محددين لي الوقت حتى معلنين من قبل ترى هم معلنين من قبل قال تجينك الساعه الفلانيه الله الله دخلت علينا بوكات اي ودخلت كم دخلت والله العظيم اني ما ادنك تدخل لو ادنك تدخل بنشوف لنا طريقه بنشوف لنا حل لا احنا بنشوف لنا حل انا ما كان ودي انها تصادم نفس الوقت لا هي بيني وبينك اكون معك والله العظيم اني ما ادري يا ابو من ادمان ده هنسولف نبدا بسولف نبعلم الربع وش اللي صاير وش العلوم اذا الى انت اخنا عن ابو كاتب أيه. بس ما هو منك ما انا برنامجكم ضبط قبل ما لا مو مساله كذا هم حاطين الوقت احنا محددين الوقت على الساعه الفلانيه ولا ادري انك بتدخل دخولك مفاجاه كان لنا عرفت ولا انك بتدخل لا من حقك لو اني ادري كان والله اني اشوف طريقه تمه لا لا من حقك ولا انت والله انك عزيز وغالي ومن بابا ديما في الوقت اللي تاخذه مني لا جعلك تسلم لا والله ايش دعوه انا والربع يوم قضى شو اسمه التدشين وقضى البث جلسنا سولفنا عطناهم العلوم ما يحتاج الله يطول عمرك جت البارح ولا جت غير ما يحتاج الله يطول عمرك خلصتوا هياط بس عاد تدشينك 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 هاي سولف بس تدشينك قسم بالله اللي جيب لك الفكره من داخل ابو كاتب وين؟ أبي الشباب كلهم يجتمعوا طيب ليش ثلاث طب؟ رب سعد يسلم من برا ويجي حلوة فكرة اجتماعية وليش ثلاث طب؟ ها؟ ليش ثلاث طب؟ يعني عبالك ما احنا بعرفينك إذا ثلاث طبت قلت يا رب ما حد يعرفني ولا شيء جلس عشر دقائق على باله ما حد نعرفه بعد عشر دقائق اكتشف انه عرفنا بعد عشر دقائق عرفناك من أول ما دخلت يا مبلع تبين أجيك مشخص لا أبو كاتم يحطها قدام وتصورك الكاميرا من ورا احنا ما احنا بعرفينك كذا من قدام لكن انت لطمت عرفناك بس تبت شيء الكاميرا جت على وجهي ولا كيف والله ما ادري وش قال الكاميرا تسالني مخرج انا مفلع ما ادري الا والله يعني وش هو بينكب يعني شايفين شيء البارح لا لا هذا اللي مو مصلحه والله سريحة والله يا مفلع انك نكبه جيت حفل ذاك اليوم الله لا يبلع يوم قال عندنا بجمولي حفل والله اني طلعت من عنيزه اول ما طلعت من عنيزه يتعطل المهتري اول ما طلعت من عنيزه علشان وانا ماشي العصر بتاخر على الحفل يوم تعطل وانا اسنب قلت الله يصلح كم مفلع الحين راجع المحل التاجيرات بدور لي سياره تب لك كم مفلع وش وش طبع عليها البنزين اللمبه قامت تشتغل لا قبل اللمبه تعطل الموتري موتري انا مفلع حفل في الرياض قال تجونا الليله الحفل انا مشيت من العصر اول ما طلعت من عنيزه يتعطل الموتر عالم جمولي مسوي دعوات للشباب زين مسوي حفل كلب فزع مضبوط وسوى دعوات للشباب اللي طلعوا البرايم ومشيت الحفل مضبوط وقالوا كلم الشباب اللي معك خيانة وجاء ذا يوم قدم مقبل على الرياضة اللي لمبة البنزين تشير يرسل عليه بالسلام لا لا قبلها ابن حالة تعطل الأول يوم تعطلت روح أدور أجار أيها سنبت قلت تبل لك يا مفلح تعطل موتري هذه بدايتها بداية خير الله يستر منك أنت وحفلك وارجع أدور محل جارات أدور لين لقيت محل جار وأنا استاجر أول ما استجرت وطلعته والبنزين يخلص يا ساتر
تراها قد صارت علينا والله. انا قلت لك يا مفلح تبا لك يا مفلح ونشر وندور على طاري البنزين. تخبروني يوم دشنت شريت رجع لابن عمك يوم دخلت قبل اجي كان فيه معرض كتابه ومدري في المملكه مضبوط. راشد انا وراشد والشباب المهم قلت ها هو ملزوم اني حاضره لازم. قلت لك انا اخذ نص ساعه بس تلبيت الدعوه واطلع انا على المرسيدس. يوم قد نلبق المرسيدس ما ادري ان البنزين بيطفى. اثر البنزين شغاله اللمبه من عادني محرك من المكتب ويطفى البنزين عند قبل المملكه. والله العظيم على مرسيدس. تخيل مرسيدس قيمتها ب 700,000 وبنزين ما فيها. والله الليل يا ليل ايش ذا الموقف يا ريت يا ولد. والله العظيم يا ريت لو بتشتري الواحد تقول بزعلي يشوفه مرسيدس والله يطلع من بنزين سيارة. لا لو اني مشغل الشله كان جو العالم. يا ولد الشله افزع 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 لابن عمك. المهم اصبر المهم قلت يا ولد شو اسوي؟ ما حولي محطات ما على شارع ليا ما في محطات. يا ولد انا شو اسوي؟ المهم انا اشوني لبقتها على اليمين اشوني ما هو على الشارع. لوني على الشارع كان ولبقها طول عمر على اليمين هي وتعطلت خلاص وقفت بنزين. المهم اجي واحد الله يجزاه خير وراح عليها المحطه نعبي البنزين وحاضر واجيكم. حتى ما جيت المتاخر ناوي اجي من قبل ترى. عبيت بنزين فتحت ما عرفت يا اخوي حطيت قروره نفس وضع الديدسون ولا يختلف. لا يا اخوي ايش اسمها مرسيدس فيها حديده لازم انك تحط ايش اسمها فيها فتحه مسكره. انت ما فتحت الشنطه ذاك اليوم لازم تدفها وراها. ايوه لازم تدفها وراها عشان يصب البنزين مو مثل الديدسون فك الغطا وشب صب. حطيت قروره مفلح حطيت قروره قروره حطيت قروره شقيت لي ليه وش ب 700,000 وقروره لا ترى البنزين بيصب على البدي يصب على البدي. لا 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 والله ما صب الحمد لله شيء. لا احنا المرضي خابرين ما عليك. ايوه انت ما فتحت الشنطه ذاك اوه الشنطه يا اخوي المكيف هذا الحين المرسيدس اذا شغلته يشتغل مكيف تلقائي ومكيف بارد ذبح وحنا في برد ذاك اليوم وذبحني البرد. يوم رجعت ابي اطفيه ما عرفت دور اي زر مكتوب عليه اضغط وانتهى الموضوع. ما في كلها لمس. طيب لمس مكتوب اوف تضغط يخاف المسا تخرب عليه بعد فاضي. يوم رجعت للمطار يدق علي اخوي قال لي عبد الرحمن تراني انا واقف هناك انتظرك. انتظرك وقت اركب معنا بالاستقبال علشان اللي جالسين بالمطار. قلت تم ويدق علي واحد من الربع قبل فتره دقنا عليه وانا نسيته قال تراني مضبط امورك وتركب معي. اثنين الحين اثنين وانا اطلع اول ما طلعت من المطار يا طويل العمر الاثنين قدامي ملبقين وفي ناس بس اثنين كل واحد يقول تعال هنا السياره ما ادري ايش. انا فهاوت في رحت الواحد ما ادري وش السيارات ولا اعرف سيارات ولا بروح مع ذا اللي عاد نسيت رحت معنا. يوم رحبت يسحبوني الرياجيل كانت صاحي ولا مجنون. قلت ايش فيكم؟ قال لك تركب لكسز ما ادري وشني ب 500,000 وتترك مليون ونص. قلت وش اللي مليون ونص؟ انتم مصدقين الرياجيل ولا تستهبلون؟ قال هذه مليون ونص وتركها وتروح لكسز ما ادري وشني روز ما ادري رايز صورتها انت شايفها مفلح اي بالله شفتها فخمه روز مدري وش رايز مدري شنو هي نفس اللي دخلت سواقين حق الشركات اللي مدري وشنو الظاهر نفس اللي دخلت بها غنى بنتك بنتي لا روز رايز بنت مليون اي مليون ونص هذه مليون ونص وبعضهم يقول مليونين والله انها بنت لين كان ماني بجرب اسلم الكاد انها روز رايز كان انها مليون ونص اللي ركبته ركبت روز رايز روز رايز اي ابراهيم مصور سناب وكاتب روز رايز اسلم مصورها لا الحين وش ما ادري تبع وش شركه يعني تاجير حقين المطار ولا واحد من الشارع لا واحد من ربعنا معه الموتر ذا من ربعه اي بس ما هو شو اسمه هو ابوه اظن حق تشليح حق تشيع سيارات مشهور في القصيم كلها فالسياره ذي اظنها في القصيم ما توجد الا عند شخصين ثلاث اشخاص وهو منهم ما شاء الله في القصيم كلها الرياض يقولون موجوده لكن في القصيم يقولون موجوده الا عند شخصين هذه كرم يقولون صاحي انت تترك مليون ونص وتروح 600,000 كثير اجي والله اني ما اعرف عندي كلها سيارات واحده واركب معه لا الساعه اللي تقل يدويه الساعه ذي اللي تمشي ايه واو والله ما شاء الله والله السيارة ما صدقتني اركب على المكتب وانا اقول انا راكب مليون ونص زراجيل مليون مليون قال والله مليون قلت اليوم شفت دخول محمد ال مسعود يوم البلدية لا ما شفته ما علمني فيه محمد الا البارح
يوم جاء بعد البث نسولف يعلمني فيه. دخلنا طال عمرك بنتي وجيب مرسيدس جيب لكزز ومرسيدس بانوراما و هي وش الموتر الرابع ورنج هي خمس ولا ست دخل بكل واحد مع اللي معه السيارة الأولى بنتلي اي انا معي البنتلي اللي مشاركين معه كل واحد سيارة اي كلنا انا معي البنتلي عمر يسوق به على جيب المرسيدس و شو اسمه الجي 63 الجيب المرسيدس و صالح على البانوراما الله وسالم على جيب اللكزز ومنيف على الرج دخلنا غير ذاك اليوم خرم عليكم وبكاتهم وبكاتهم جالس بالدنيا كله بها ولا كان الدخول ملكي شتتكم والله العظيم انه خططنا لها انا ومحمد في نفس اليوم العصر او قال جهزة السيارة اي يوم قال احتمال كبير البلدية لي يوم حسبناها شو السواق كذا قلت ولد ازهر الفكرة ازهر مرة قلت واحد اثنين ثلاثة كان بيكون دخول غير هذا نفس المواتر بس بيكون دخول محمد غير كان بيدخل دخلة غبية سيكل كلكم على المواتر له على سيكل ايوه فكرة اي بس يا معاير تجي ضحك لا كنا بنجيب ديتسن حلوة السيكل ديتسن 82 رايح تم فيها بدون بيبان بس انا كانت تنقل بسطح تجينا ما تمشي تشليل. ما تمشي يلا انا تمشي يمكن تدخل قريه بس وبتوقف رايح تم فيها كان بيدخل بس انا ما ادري ايش اللي جاء ما جت كان بيشلون على سطح ويجيبونها ولا جت وبقول يا تدري خلى الدخول فخم كله كان امنه بخم خله فخم إيه؟ والله المضحكه حلوه دي مع الفخم ايه في واحد انقد الزمراج اخذت المواد اللي دخلت ذاك اليوم كل ابوها على بعضها كل المواد اللي دخلت ذاك اليوم يمكن قيمتها كلها يمكن 3 مليون هذا مليون لا اغلى انا شايف رجل حاله 800 طيب بنت اليوم بنت 2 مليون لا 800 يمكن 800 البنت لي مرسيدس الحاله مليون ومرسيدس لا اكثر من 3 مليون اكثر من قول 4 مليون هي كم سياره خمس سيارات 4 مليون تجيب لك 100 ديتسن 100 ديتسن 100 و1000 سيكل 100 ظالم وعزبها كذا و1000 في واحد هذا تفكيرك ليه ديتسن اقول لك 100 اقول لك تجيب لك 100 ديتسن شوف بدال الديتسن يا اخوي الديتسن يشل الغنم يشل كل شيء يشل اغراضك هذه ما يبتشل صح ولا لا منها فايده لا منها فائدة الكشخة الرجل اللي بيكشخ صح ولا في واحد ليلة زواجه زفين على ديتسن بس والكازز من يمينه ومن يساره عارف أنا ديتسن قرن باء قال كذا أبغاها جاي من تصوير راشت اللي على اللوري زفين على اللوري اي واحد ثاني بعد على شو اسمه الراس قالت تريلر الراس مرسيدس الراس جديد أوه. بدون تيدر بدون ذا راس بس مرسيدس والبواري ذي مشغل البواري يا اخي يوم زواجك حدث ودك تسوي لك فيه شيء صح ما ودك يصير مثل طبيعي مثل ذا يوم يدخل باللوري ولا يدخل ب شوف ديتسن مع انا شوف في الديار تصير الليله كلها السالفه دي في الديار في المحافظات انا معك انا زواجي لو كان في الديره سوي مسيرة احتفالية من عصر وبنسوي يمكن مسيرة خيل وبنسوي كل شيء محافظة وديرتنا وبنسوي لنا ولا فيها زحمات ولا فيها شيء محافظة صغيرة ما فيها زحمات ما فيها طرق عامة ما فيها ايه؟ عرفت واللي فيها ربعك كل ابوهم قصدك كمدينة صعبة ايه في الرياض انا زواجي كان في الرياض قلت مستحيل ما داني ترى انا الحركات ذي ما داني مواكب قروشة زفة ما دنيها ترى ما حطيت بزولي أول شيء أحيانا ترى أحس فيها نوع أحيانا أنا من وجهة نظري يمكن بعض الناس يقول لا وناس أنا أول شيء يدخل فيه هياط ما داني شيء اسمه هياط لا ما داني تقدر تحط مسيرة بدون هياط إيه أنه يدخل فيها لو حتى لو كان مهبنية كنت بيجي هياط وأنا هياط لا ما داني الشيء الثاني فيها إزعاج وفيها تسبب لك في زحمات وتسبب في حوادث وتتسبب يود الناس تقعد تدعي عليك يعني تخيل انك انت تجر لك
50 موتر 100 موتر يمشون وراك من الفندق للقصر وتسبب زحمة، تسبب عرقلة للسير، تسبب حوادث. خذ لك عاد المراهقين اللي معك في الموكب المتهورين ذول ايش بيسوون يعني بلا من غير اللي بتلقى في الشارع ايش بكم معك. طلعت من الفندق انا طال عمرك على طول بموترين، موتر انا فيه بسوق واحد من اخوياي الله يذكره بالخير دغيلبي وعيال عمي واخوياي اثنين الموتر راكبين معي ورا اي على الموتر الاول. الموتر الثاني بعد فيه اثنين من عيال عمي. طبعا الموتر الثاني رايح معنا بخاوين كانوا معي في الفندق جهزون اغراضي ومعي وذا. والشيء الثاني احتياط موتر احتياطي مشورات خبر ممكن لا قدر الله تعطل موتر شيء صار حاجة صح. الموتر جديد معنا بس لا قدر الله حصل شيء في الطريق الفندق عن القصر بعيد شوي في موتر مخاوينا الاحتياط بس ما ولا لا عاد المدن انا ولا موكب المدن ولا قروش ولا تواضع تواضع زين المدن ما اعرف لها من تواضع لله رفع لكن احنا في وضعنا في عنيزه محافظه هيا في المحافظات انا اقول انا انا لو اللي اذا انت تكبرها تحط له فيها وش اسمه يجي احيانا عليكم السلام اللي اذا بتخليها طبيعيه فرحه ما مثلها. انا لو كان زواجي في في الخرمه مثلا بس بقول لك بسوي غير الشيء. يسوون زفات في الرياض مسيرة في ناس وايد تسوي لكن انا ما اقتنعت فيها ابدا سويت لكن اقول لك في الخرمه انا انا لو كان زواجي لو كان زواجي في الخرمه الرياض صاحبه لو كان زواجي في الخرمه سويت عادي الرياض انا احس انك حتى لو سويت بيروح وقتك كله بهالمسيره دي متى بتوصل بس زحمه والله ما قد صار كذا زفات مثل هذه خاصه في المدن الا جاب من وراها مشاكل يجي فيها هوشه يجي فيها حادث يجي فيها وضعكم انتم مختلف لا احنا لا ابدا تمشي هواين حالك الخط فاضي الان تصل القصر وتسوي اللي تبي بعنيزه عندنا ما انا اقول لك في المحافظات انا لو كان زواجي بالخرمه بسوي غير هذا كله شفت بسوي عادي بسوي زفه بسوي موكب كل لنا الديره ديرتك واللي فيها ربعك واللي معك يا رب كل ابوهم والمحافظه صغيره ولا فيها طرق عامه كبيره تسبب ازدحام ولا في شيء ولا في عدد السكان يعني مو واجد بالحيل ما عندك اي مشكله بتسوي اللي تبي تدري من بعضهم عندنا الحين زحمه صدقت صدقت صاروا الحين يستاجرون قصرهم في البدائع ويبدون من سنتهم مثلا من عنيزه بعضهم يستاجر قصر هو في البدائع يستاجر قصره في عنيزه بس عشان كلها مسيره مع الخط بالله والخط فاضي وتسوي اللي تسوي انا تمنيت ان زواجي الخرمه ليه عشان سويت مسيره ايش اسوي مسيره خيل اوف كلهم على خيول والمعرس وش عليه؟ عاد المعرس ما بيشتهد عدته ما يقدر طيب وش المانع لو يركب والله ما اقدر اركب عادي لا اركب اركب الخيل عادي حذف المشت وش اللي باب المشت؟ احذف المشت عمرك وتحزم ايش والله العظيم انك يا ولد دامها ان مسيره بتسوي خلي على خير يا ولد اول شيء تراث وغير ذلك يا ولد تحس فيها الخير فيها عزه الخرمه بدويه يعني مره كيف؟ يعني ما فيها طرق؟ لا كيف بدوية مرة؟ محافظة يعني محافظة هي يقصد انها قرية يعني ما عندها طرق ما عندها مصايف خرم محافظة عندها بس يقصدون عيال عم وقارب والم فيها كل شيء ولا الطريقة مسافة فيها قريبة جامعة وفيها المسافة قريبة وين؟ يعني لو بتروح من تعرف المسافة؟ كم المسافة؟ اي اي مسافة كيلو 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 تضبط جدا والله العظيم اذا قبل من كيلو انا في الدير عندنا اساسا ترى يطلعون جروبات يا سلام وملهي فالخرمه عندنا كل عصريه يطلعون عيال عمي وربعنا اللي حولنا واهل الخرمه كل من عنده خيل يطلعون جروبات مسيرات فالخرمه ينزلوا في الوادي بخيولهم تلقاه يطلع في البدايه بدا اول العصر عقب العصر تلقاه اثنين تلقاهم جايين من اخر جايين مثلا من الوطاه وذول جايين منهم تلقاهم في البدايه اثنين هم جاء واحد لو قاطع عليه الوادي محول يمه صدق الثالث جاي هم الرابع هم ما يجي طال عمرك يتصل العصر طال عمرك الا هم 10 15 ما يعرفون بعض يعني بنفسها قبيل صدقني الخرمه كبون عزيز جوها صدقني بعد 40 سنه اذا تطور وتطور صح بعد 40 سنه او 50 سنه بتصير الزفات والمسيره ذي بطيارات صير كل واحد معه طيارته الشخصيه خلاص الطياره تشريها مثل السياره انزل قصر بباراشوت ولا بروشيتات خلاص بعد 40 سنه اصلا الطياره عندك مثل السياره بعد 30 سنه العرب يشوف مو ملهي والعرب تمشي اسمع بعد 30 سنه بعد 40 سنه اساسا
ما فيها الا الثقافه دي، ما انت بلاقيها اصلا. زفات وزفات عشان تقول على طيارات، ما انت بلاقي الثقافه دي. يمكن هذا شيء. الشيء الثاني يمكن تلقى ثقافه تسويج طيار. لا 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 بقول تصير زواجاتنا مثل زواجات الغرب اللي عادي حفل. أيوة عادي جماعه لا لا تتعدنا معهم. لا او الصور ما فسمه بعد. اسمع ونزف طيار. اسمع اسمع يمكن وتدري وش ما انت بلاقينا بشوت وما بشوت ولا بدل رسميه وكرفته و... لا لا ان شاء الله ورده. لا بدأت تصير العلم يا رجال خذ العلم. هذه سنه 40 سنه بتلقى. لا لا انا معلم العادات، انا اقصد ان التطور تطور يعني بتصير الطيارات بعدين مثل السيارات، كل واحد مع طيارته الشخصية. يمكن ما هو 40 سنة، يمكن 40 سنة قريب، يمكن قل 80 سنة بس كذا حوادث. لا خلاص المسير يصير فيه إشارات، فيه شغل، فيه تنظيم. إيه شلون تثبت؟ عاد ما طيب العربي بالأرض وين يروح؟ دقيقة دقيقة تقول شلون تثبت؟ في خطوط في الجو، في مسارات وفي مطبات، في طرق وفي مطبات. أبعلك حاجة بتضحك أنت لو قلت. تدري في مواقف؟ كيف؟ تدري في مواقف الجو؟ يوقف في ما هو ما يوقف بس يسمى موقف. وهذا كان في مره من المرات حصلت مشكله حلو في الخطوط وفي الطيران والطيران اللي هي ما ادري ازدحام. فاذا جت طياره بتهبط وفي طياره جاء ثانيه ودوروا لها حل. جاهم واحد اقترح عليهم قال سووا موقف. قال صح انت شلون نسوي موقف؟ اقترح لهم الفكره الفلانيه كذا كذا كذا، تدخل على اقر، ادخل على هذا واقر وتعرف الفكره. كيف موقف؟ زي ما تقول ينزل درجه ما ادري وشلون يجلس يدور لهم في لهم مكان طرق واحد طرق. يدور ارى سوى لهم طريقه صار يعتبر كانه موقف الين تهبط الطياره ذي او تقلع الطياره الثانيه هم يطلع من الموقف ينزل. اللي انا عارف انه اذا فاقول اقترف الجو ففيه مسارات، فيه خطوط، فيه ذا. صدقني لا اللي خلاهم يرتبون ذي الطيارة ذي تنزل. التطور ذا مو بسيط يا رجل. قبل 40 قبل 70 سنة لو تقول الواحد إن يكلم واحد من هنا لأمريكا ما يعرف أمريكا ذاك الوقت، لو تقول واحد بعد 1000 كيلو في نفس اللحظة ما صدق. يمكن طيب أنت تقول بس كيف تثبت؟ بس أكم سؤال ما تثبت يصير رسم مسارات. أنت الحين شفت التقنية اللي وصلوا لها الحين؟ الأجهزة نفسها شفت التقنية اللي وصلوا لها الحين اللي يلمس شاشة كأنه شاشة وهي وهمية شاشة يتحرك كأنه شاشة وما في شاشة أو وهمية ترسم بثلاثة الأبعاد. إيه؟ هذه يمكن توجد في الجو. العلم ترى وصل لشيء ما تتخيله. تطور الشيء اللي يقول لك خطوط اللي في الجو مهم موجودة مي في الجو هي في الأجهزة. الأجهزة نفس الأجهزة في أبراج المراقبة مو يتابعونه. طيب بعد 40 سنة تقول العالم في الهواء في الجو جزت له صح ولا لا بعلمك. طيب طيب العرب 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 اللي في الأرض وين يروحون؟ العرب اللي هم في الأرض بس اللي بي يعني يراسل في الأرض اللي بيروح اللي بيغير جو اللي بيسير هايدي هايدي تذكر هايدي يغير جو إيه يصير إيه يحطنا مخيم فوق إيه يصير حبيبي تذكر هايدي ما شاء الله تبارك الله في طرف سحاب أوه بيض أنت كي على سحابك تذكر هايدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة بعث المقام المحمود الذي يؤتي النكاة خلف ميعاد.